أسوأ. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من نيجيريا، أكبر اقتصاد بأفريقيا يلي عم تشهد موجة إصدار سندات جديدة بالأسواق العالمية من قبل شركات وخصوصا المصارف. آخرها كان First Bank of Nigeria يلي أصدر سندات بقيمة 450 مليون دولار لمدة 7 سنوات بقيمة 8.4% مقارنة ب 4.5% المردود من سندات الخزينة ولا المدة نفسها. هالأمر أدى لجذب المستثمرين من كافة مناطق العالم. أما الملفت بالموضوع هو أنه النسبة الأكبر من المستثمرين بالأوراق النيجيرية هن من أفريقيا، الأمر يلي بيشير إلى ولادة طبقة متوسطة جديدة بالقارة. ومننتقل للبنان والحديث القديم من جديد عن مضاعفة تدفق التحويلات المالية من المغتربين يلي حاليا بتبلغ 8 مليار دولار بالسنة لاقتصاد عم بيعاني من الصراعات الإقليمية. ونقلا عن وزير الخارجية جبران باسيل، فبيشوف أنه تشتت وتوزع المغتربين من أصل لبناني ببلدان أخرى ويلي بيفوق عددهم 4.5 مليون نسمة، عدد سكان لبنان، بيمثل قيمة مضاعفة حقيقية للبنان يلي ما عم يعرف يستفيد منها. الوزير باسيل عم بيحاول جعل الاستثمار بلبنان أكثر جاذبية للمغتربين، وعلى هالأثر التقى مع المهاجرين اللبنانيين بالعديد من البلدان مثل البرازيل وألمانيا، حيث ترأس افتتاح مهرجان بيد اللبناني ببرلين. الاستثمارات الممكنة بلبنان بتشمل مشاريع القطاعين العام والخاص بمجالات مثل المي والكهرباء والطرقات. أيضا حث الوزير بسير السفارات اللبنانية بالخارج على مساعدة بهالموضوع. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكره.